أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، والبداية بالعناوين. انتهاء جلسة مشاورات الكويت، وولد الشيخ يطلب اجتماعا على مستوى 4 من كل وفد لمزيد من التفاوض غدا. استشهاد طفل وإصابة 3 آخرين بينهم امرأة بقصف الميليشيا قرى مديرية المسرخ بتعز. ميليشيا الحوثي تقتحم معسكر مهلهل في عمران وتنهب كمية كبيرة من الأسلحة، وتحالف يستهدفه بغارة عدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نستهل معكم النشرة بفتح الملف الخاص بآخر تطورات المرافقة لمشاورات السلام اليمنية في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة. انتهت الجلسة الصباحية لمشاورات الكويت بين الأطراف اليمنية بطلب المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد اجتماعا على مستوى 4 من كل فريق لاستئناف المشاورات صباح الغد. وقالت وكالة سبا الرسمية إن الجلسة جاءت بعد أن وصلت المناقشات في كل اللجان التي شكلها ولد الشيخ إلى طريق مسدود بسبب تعنت وفد الميليشيا. وأضافت أن الوفد الحكومي شدد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المتفق عليها، وأن أي نقاش خارج المرجعيات هو نقاش مرفوض. وفي السياق ذاته طالب الوفد الحكومي المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالتدخل الفوري لإيقاف انتهاكات الميليشيا المستمرة. جاء ذلك في رسالة رسمية قدمها الوفد لولد الشيخ، أشار فيها مجددا إلى انقضاء المدة المحددة للتوصل حول نتائج اقتحام معسكر العمالقة من قبل الميليشيا في عمران. وأكدت الرسالة أن استمرار الانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها تعز، وتزايد استهداف الأحياء السكنية واستغلال الهدنة لإعادة انتشار وحشد القوات يهدد تماما كل مسارات التهدئة. بعد عام من الحرب، ظهر وزير الخارجية السعودي متحدثا بنبرة جديدة عن العلاقة بين دولته وبين ميليشيا الحوثي، فيما اعتبره البعض انقلابا في رؤية المملكة للأزمة اليمنية. الجبير في تصريحات لصحيفة لوفيغارو الفرنسية تحدث عن تغيير في أولويات السعودية في اليمن بعد عام من حربها على ميليشيا الحوثي، قائلا أن الأولوية الآن لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش. وبحسب تصريحات الجبير والتي كررها على صفحته الشخصية في تويتر، فإن تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية هما تنظيمان إرهابيان، أما الحوثيون فهم جيران المملكة ويمكن التفاوض معهم حسب قوله. تصريحات الجبير والتي أثارت لغطا في الأوساط اليمنية لم تكن مفاجئة، بل كانت مقدماتها واضحة خلال الشهرين الماضيين، والتي شهدت لقاءات عدة بين وفود من ميليشيا الحوثي ومسؤولين سعوديين أثمرت تهدئة على الحدود وتغيرا مهما في نبرة خطاب الميليشيا تجاه السعودية، من قائد لما تسميه العدوان إلى جارة اليمنيين حسب تصريحات المتحدث باسم الميليشيا في أكثر من مرة. على الجانب السعودي بدا ان الحرب قد انتهت منذ اشهر مع ضمان امن الحدود وتدمير السلاح الاستراتيجي الذي نهبته الميليشيا من معسكرات الجيش اليمني، وهددت به ذات يوم العمق السعودي. وبقي ان تصل الازمه اليمنيه الى حل سياسي يضمن ان تبقى اليمن ساحه للنفوذ السعودي. وفيما يرى البعض ان هذه التصريحات ليست اكثر من لغات دبلوماسيه تحاول من خلالها السعودية تخفيف الضغوط الدولية عليها بسبب قيادتها للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، يرى آخرون أن هذه التصريحات هي من سيشكل مسار الأزمة اليمنية خلال الفترة الراهنة. وفي كل الأحوال فإن هذه التصريحات لا تخلو من إشارة إلى شكل المستقبل الذي تمضي إليه اليمن والإقليم. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الكويت المحلل السياسي مانع المطري. مرحبا بك سيد مانع. بداية، انتهت الجلسة الصباحية اليوم بطلب ولد الشيخ باجتماعا على مستوى 4 أعضاء من كل وفد لمزيد من المشاورات غدا صباحا. ما سبب اختيار 4 أشخاص؟ ما الهدف من وراء هذا الطلب؟ نعم، عادة الجلسات العامة لا يستطيع أحد أن يتخذ فيها قرار بحكم أن العدد فيها يكون كبيرا وتكثر فيها المداخلات والاستفسارات حتى تتعقد الأمور، لكن
عندما يكون تكون الجلسة مختصرة على 4-4 بلا شك أنها تكون أكثر جدوى في الطرح، خاصة أن الجلسة القادمة إسماعيل الدشيت هي لاتخاذ قرار فيما يتعلق بتقييم أداء اللجان خلال الفترة الماضية بعد أن اتضح أن اللجان كلها معطلة بسبب التعنت الانقلابي ورفضهم اتخاذ خطوات حقيقية بتنفيذ جدول الأعمال وإصرارهم على أن يتأخر كل شيء حتى يحسم الملف السياسي، وهو ما يتعارض مع المرجعيات الناظمة للمشاورات. نعم، في كل الجلسات تنتهي دون التوصل إلى طريق، ما الذي سيضيفه الجلسات القادمة؟ حقيقة الأمر أن الجلسات الماضية ليست بهذه السلبية التي تصور أنها لن تنجز شيء، على الأقل تم عرض وجهات النظر التي تتبناها الحكومة ويتبناها الطرف الانقلابي. قدمت الرؤى من قبل الحكومة كاملة فيما يتعلق بمسألة الانسحاب وتسليم الأسلحة، قدمت رؤى تفصيلية بهذا الشأن. وفي لجنة المعتقلين تم التوافق على 3 مبادئ أساسية، وأيضا قدمت الحكومة كشف بأسماء المختطفين والمخفيين قسرا إلى الأمم المتحدة، ومنتظر أن يخطو خطوات إيجابية في اتجاه الإفراج عن المختطفين. نعم، بينما قدم الوفد الحكومي رسالة لوالد الشيخ بانتهاء المدة المحددة بما يخص معسكر العمالقة في عمران، في ذات الوقت يتم السيطرة من قبل الميليشيا على معسكر المخلخل. يعني ما هو موقف المهلهل عفوا ما هو موقف الحكومة وأيضا الموفد الأممي؟ نعم، بكل هذه الخروقات هي بلا شك تلقي بظلالها على المشاورات في الوقت الذي كان منتظر أن تسهم الأمم المتحدة في حل الإشكال القائم على معسكر قيادة لواء العمالقة. قامت الميليشيات باعتقال قائد اللواء و3 من قادة الكتائب في كمين نصب لهم عبر خديعة باسم لجنة وساطة لحل الإشكال القائم على المعسكر، وهذا جوزا خطيرا. اليوم سلمت الحكومة أو الوفد الحكومي رسالة للمبعوث الأممي احتجاجا على هذا الأمر، و أوضحت فيها أن مثل هذه التصرفات بلا شك لا تريد إلا أن تفشل المشاورات، ومطلوب أن تتخذ الأمم المتحدة إجراء حقيقيا وجادا تجاه هذه الخروقات. نعم، إذن مناع المطري محلل سياسي كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك. قال ناطق باسم الجيش سمير الحاج إن ميليشيا الحوثي اختطفت قائد لواء العمالقة حميد التويتي وعددا من قادة الكتائب. إلى ذلك أفادت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي والمخلوع استولت على موقع وأسلحة معسكر مهلهل بمديرية خمر في محافظة عمران. وقالت المصادر لقناة بلقيس إن الموقع العسكري يتبع اللواء 310 مدرع ويتمركز بجبل مهلهل المطل على مدينة خمر من الجهة الجنوبية. وأضافت المصادر أن الميليشيا نهبت كميات كبيرة من الأسلحة المخزنة داخل المعسكر، وقامت بتعيين قائد من أتباعهم يدعى أبو كحلة. إلى ذلك قالت مصادر محلية أن طائرات التحالف قصفت الموقع العسكري بغارات عدة. استشهد طفل وأصيب 3 آخرون بينهم امرأة بقصف شنته ميليشيا الحوثي والمخلوع على قرية في مديرية المسراخ بريف محافظة تعز. وقال مراسل قناة بلقيس إن القصف استهدف قرية شمار الشرقي في عزلة الأقروز من مواقع تمركزها في منطقة الخليل. هذا وقتل 2 من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع وجرح آخرون في مواجهة مع الجيش الوطني والمقاومة بمديرية الوزعية جنوب غرب محافظة تعز. وقال مراسل بلقيس إن الاشتباكات اندلعت في ساعات الفجر الأولى على حدود موقعي المريرة وجبل الثبر بين مديريتي الوزعية والمضاربة حيث تتمركز الميليشيا. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من تعز مراسلنا فواز الحمادي. مرحبا بك فواز، وما الجديد لديك؟ نعم، شهدت عدد من جبهات مدينة تعز
الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي وقوات المخلوع الصالح من جهة أخرى، لكنها كانت ليلة أمس وصباح هذا اليوم بوتيرة أقل من الأيام السابقة، حيث حاولت الميليشيات تنفيذ تسلل لموقع قوات الجيش الوطني في منطقة ظبي الأعبوس، لكن قوات الجيش الوطني أفشلت هذا التسلل الذي نفذته الميليشيات، وأجبرت الميليشيات على التراجع من المكان الذي حاولت التسلل إليه. كذلك مقر اللواء 35 مدرع تعرض لقصف من مواقع الميليشيات في جبل الظنين وجبل هان، وعقبها اشتباكات عنيفة بينها وبين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. كذلك في منطقة الأقروب قصفت الميليشيات مواقع قوات الجيش الوطني وعدد من القرى في مناطق النقادي وشمار الشرقي ومنطقة العاديات وبلعان، لكن هذه المواجهات لم تسفر عن أي تقدم لميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، مما حدا بها إلى قصف القرى السكنية، ونتج عن هذا القصف استشهاد طفل وإصابة 3 بينهم امرأة. فواز الحمادي مراسلنا من تعز، شكرا جزيلا لك. تتعرض مدينة تعز لقصف عنيف ومستمر من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع بالرغم من سريان التهدئة واتفاق وقف إطلاق النار. قصف ومواجهة تشنها الميليشيا خلفت الكثير من القصص المأساوية. النظرة الأخيرة تختصر عمرا كاملا قضاه القتيل مع أسرته. بالطبع لن يكون الموت طبيعيا، وإن كانت ردة الفعل كذلك، أصبح من النادر موت الناس هنا بطريقة طبيعية. في هذه اللحظات لا تكون الدموع ولا الكلمات كافية، والوداع يصبح طويلا وثقيلا. تؤخذ الجثة ومستقرها الأخير بدون تشيع، فلا يوجد متسع لذلك حده. هذه المشاهد تتكرر بشكل يومي في تعز، ففيها تكثر تلك النهايات المحزنة والمؤلمة. قصف الميليشيا للأحياء السكنية حيث يعيش المدنيون أصبحت عادة يومية لهم، لهذا تودع المدينة كل يوم الكثير من أبنائها. 9 من المدنيين استشهدوا وأصيب العشرات، فيما حاولت ميليشيا الحوثي والمخلوع التسلل باتجاه مواقع المقاومة في شارع 30 شرق معسكر لواء 35 بالمطار القديم غرب المدينة، لكن قوات الجيش الوطني والمقاومة تصدوا لهذا الهجوم. بعيدا عن المدينة وفي القرية هذه المرة تحديدا في جبل جرداد بمنطقة الحجرية، تصدى رجال المقاومة لهجوم من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع الذين نجحوا في وقت سابق من السيطرة على الجبل لبعض الوقت قبل أن تستعيده قوات الجيش الوطني والمقاومة وتنجح في الحفاظ عليه بعيدا عن سيطرة الميليشيا. يحاول الحوثيون فتح جبهات عديدة لعلهم ينجحون بذلك باختراق المدينة بعد أن فشلوا بجميع الوسائل من قصف وحصار من جعل ذلك ممكنا لهم. ففي كل مرة تتحصن هذه المدينة أكثر وتقاوم كأنها لم ترزح عاما تحت القصف والحصار المستمر. وفي سياق متصل، طالب أبناء محافظة تعز المجتمع الدولي والمتشاورين بالكويت بتنفيذ القرار الأممي 2216 وسرعة فك الحصار عن المدينة، وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي أعقبت صلاة الجمعة في ساحة الحرية باستمرار الميليشيا في قصف الأحياء السكنية وقتل المدنيين. بسم الله، اللهم إن ميليشيا الحوثي والمخلوع قد أفسدوا في البلاد. اللهم يا الله الرحمن الرحيم.
تواصل ميليشيا الحوثي والمخلوع خروقاتها في محافظات عدة من خلال قصف المناطق السكنية ومواقع الجيش والمقاومة. وذكرت وكالة سبأ الرسمية أن فرق الرصد سجلت 112 خرقا للميليشيا في محافظات تعز ومأرب والجوف، بالإضافة إلى حشدها قوات إلى مناطق بين محافظتي لحج وتعز. لا بديل عن القذائف إلى القذائف ذاتها، هكذا اختارت الميليشيا أن يكون حال كل صباح تستيقظ عليه قرى مديرية الزاهر الحميقان محافظة البيضاء، إذ ما تزال الميليشيا تواصل خروقاتها المستمرة بقصف منازل المدنيين والمدارس، ولا يبدو أن ثمة مكانا للتهدئة ولا وقفا لحظيا لإطلاق النار. وفي الناحية الأخرى من المحافظة في مديرية ذي ناعم، عاودت الميليشيا قصفها مناطق يفعان والقرين، ولا تزال تداهم المنازل وتختطف العديد من أبناء المديرية. لا يختلف الوضع أيضا في جبهة نهم شرقي العاصمة، حيث ما يزال القصف هو المتغير المستمر في المعادلة، لتزداد ضراوة المواجهات في منطقتي مبدع ونبي بارق بعد بداية كل قذيفة تطلقها الميليشيا على مواقع المقاومة. الخروقات تستمر أيضا في جبهتي حرد وميدي، وأوضحت لجان الرصد التابعة للجيش أن الميليشيا واصلت الحشد والتعزيزات العسكرية، إضافة إلى زرع حقول جديدة للألغام بمحيط مواقع اللواء 101 مشاة على قطاع لواء الوادي، لتختتم الميليشيا ديمومة اختراقاتها بضرب مواقع للمقاومة في كرش وإيصال تعزيزات كبيرة إلى مدينة الشريجة، بغية التقدم ولو بالحد الأدنى نحو محافظة عدن. إذن لا تزال الميليشيا تبدد آمال وقف إطلاق النار، ولا يرجح المشهد أن ثمة نية حقيقية لها في السير نحو مسار السلام. ضبطت قوات الجيش والأمن 4 سيارات مفخخة في مواقع متفرقة من مدينة المكلا بحضرموت. وقال مراسل بلقيس أن بعض السيارات المضبوطة كانت قريبة من مواقع عسكرية، وتم استدعاء خبراء المتفجرات لتفكيكها. وتأتي هذه العملية ضمن حملة أمنية تقودها قوات الجيش لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة وضبط السيارات المفخخة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من المكلا مراسلنا محمد اليزيدي. مرحبا بك محمد، وما لديك من تفاصيل حول ضبط السيارات المفخخة في مدينة المكلا، وأين تم ضبطها تحديدا؟ أهلا وسهلا. كانت اليوم قيادة المنطقة العسكرية الثانية قد أبلغتنا أنها تمكنت من ضبط 4 سيارات مفخخة في مواقع مختلفة بمدينة المكلا والقرب من مواقع أمنية وحساسة في المدينة. القيادة أخبرتنا كذلك أنها بدأت في عملية تفكيك هذه المتفجرات، وتزويدنا بالمزيد من التفاصيل. هي لم تكشف عن المزيد من التفاصيل لدواعي أمنية مثل ما قالت. هذا الضبط يأتي في الوقت الذي كان قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني قد أكد لنا في تصريح أن قوات الجيش وقوات النخبة الحضرمية تمكنت منذ دخولها من المكلا من ضبط أكثر من 60 سيارة مفخخة متنوعة القوى التفجيرية في مواقع مختلفة. كان تنظيم القاعدة قد قام بتجهيزها حسب وصفه. هذه العمليات تأتي بعد الكشف عن هذه السيارات المفخخة، جاء بعد يوم واحد فقط من استهداف في سكنة عسكرية تأوي خبراء لتفكيك المتفجرات. سيارة مفخخة كانت تنظيم للدولة الإسلامية قد تبناها عبر الإنترنت. نعم، إذن محمد اليزيدي مراسلنا في المكلا، شكرا جزيلا لك. انفجرت عبوة ناسفة فجر اليوم في محيط مقر شرطة البريقة بمدينة عدن. نقل موقع عدن الغد عن مصدر أمني قوله إن العبوة انفجرت دون أن تسفر عن سقوط ضحايا، هذا وانتشرت قوات عسكرية في محيط الموقع عقب الانفجار.
كشفت الحكومة عن تشكيلة جديدة للأجهزة الأمنية بدعم من قوات التحالف تحديدا السعودية والإمارات لتقوية القدرة الأمنية في البلاد. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن وزير الرياضة نائف البكري قوله إن مختصين سعوديين وصلوا لتدريب القيادات العسكرية وأخرى لتهيئة الموانئ في حضرموت، في حين وصلت لجنة أجنبية متخصصة بنزع الألغام. وأكد البكري أن الأجهزة الأمنية ترصد الخلايا النائمة في المدن المحررة كعدن وحضرموت ومأرب. يواصل وزير الدفاع على سبق اللواء ركن هيثم قاسم طاهر زيارته الميدانية لقوات الجيش القادمين من محافظة الضالع وردفان إلى المكلا في معسكر المجندين بمنطقة خلف. وحث اللواء هيثم الأفراد والضباط على اليقظة والاستعداد للمهام التي ستوكل إليهم. وصل لواء هيثم إلى مدينة المكلا برفقة عدد من القيادات العسكرية الإماراتية للوقوف على الترتيبات العسكرية في المحافظات المحررة. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. تقرير حكومي يكشف عن خسارة اليمن لأكثر من 37 مليار ريال في مجال الاتصالات. انتهاء جلسة مشاورات الكويت وولد الشيخ يطلب اجتماعا على مستوى 4 من كل وفد لمزيد من التفاوض غدا. استشهاد طفل وإصابة 3 آخرين بينهم امرأة بقصف الميليشيا قرى بمديرية المصرخ بتعز. ميليشيا الحوثي تقتحم معسكر مهلهل في عمران وتنهب كميات كبيرة من الأسلحة، والتحالف يستهدفه بغارات عدة. حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو من كارثة إنسانية في اليمن، مشيرة إلى أن ما يقارب 14 مليونا ونصف مليون شخص بحاجة للمساعدة في تأمين سبل العيش. أشارت الفاو إلى وجود العديد من العوامل التي تؤثر سلبا على الأمن الغذائي، منها انتشار الجراد الصحراوي وكذا ما خلفته الفيضانات من احتياجات في عدد من المحافظات الشهر الماضي. نبتل الأرض حقنا وهي أمام المدرسة من الألغام داخلها. ما يقوله هذا المزارع يحكي واقع كثيرين بعد أن استبدلت الميليشيا زراعة المحاصيل الزراعية بالألغام التي تسببت بإعاقة الأرض والإنسان. لم تكن الألغام وحدها أدوات الميليشيا في حربها على اليمنيين، فنهبها واحتكارها للمشتقات النفطية تسبب بنقص المياه التي تتوفر عبر مضخات تعمل بالديزل، فضلاً عن تعرض الإنتاج المعد للتسويق للتلف نتيجة عدم قدرة المزارعين على نقله وتسويقه. الفيضانات والسيول أيضاً التي اجتاحت العديد من المحافظات الشهر الماضي أدت إلى انتشار الجراد الصحراوي ليضاف لقائمة مشاكل هذا القطاع. فبحسب المركز الوطني للمعلومات فإن القطاع الزراعي يمثل أهم دعائم ومرتكزات الاقتصاد الوطني، وتمثل نسبة القوى العاملة في القطاع الزراعي 54% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، ما يجعله في المرتبة الأولى من حيث استيعاب العمالة، أمر جعل منظمة الأمم المتحدة الفاو تصف الوضع في اليمن بالكارثي نتيجة حاجة أكثر من 14 مليون شخص للمساعدات، ليصبح الفقر والبطالة والجفاف والموت مصير اليمنيين وأرضهم. تسببت السيول التي تدفقت على بعض مديريات محافظة أبيان بأضرار في مباني المواطنين وممتلكاتهم، إلى ذلك قال مسؤول محلي في المحافظة
إلى نحو 15,000 فدان من الأراضي الزراعية في وادي بنا استفادت من السيول التي تدفقت نتيجة الأمطار الغزيرة. وأكد المسؤول أن منسوب المياه في السد وصل إلى 3 أمتار، مشيرا إلى أن السيول التي تدفقت بشكل كبير على وديان الحصن وجعار والمخزن وباتيس لم تشهدها المنطقة منذ عقد ونصف تقريبا. يواصل الريال الياباني انهياره عقب الارتفاع المتسارع للدولار بواقع 290 ريالا، وسجلت مؤشرات مبيعات الدولار في شركات الصرافة نحو 290 ريالا يمنيا بالنسبة لسعر الشراء، وبنحو 290 ريالا بالنسبة لسعر بيع الدولار في السوق السوداء. هذا وكشفت مصادر مصرفية طباعة البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الميليشيا كمية كبيرة من الأوراق النقدية من فئة 1000 ريال دون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب. إلى ذلك، كشف تقرير صادر عن المؤسسة العامة اليمنية للاتصالات أن خسائر اليمن في مجال الاتصالات التابعة للحكومة فقط بلغت أكثر من 37 مليار ريال منذ سيطرة الميليشيا على العاصمة صنعاء. وأضاف التقرير أن عدد التوقفات والخروج عن الخدمة للتجهيزات في السنترالات بلغت 10,400 مرة منذ بدء اجتياح المحافظات من قبل الميليشيا حتى نهاية فبراير الماضي من العام الجاري. وأوضح التقرير أن فاقد إيرادات الهاتف الثابت والإنترنت وإيرادات إيجارات قنوات بلغت نحو 11 مليار و600 مليون ريال. نفذ مجموعة من أبناء منطقة الجوبة مبادرة لردم الحفر على الطريق العام الذي يربط مأرب بعدد من المحافظات. وتهدف المبادرة التي حملت شعار مصالحنا مسؤوليتنا إلى ردم الحفر في الطريق العام الرابط بين محافظة مأرب وشبوة والطريق الآخر الرابط بين مأرب والبيضاء. إذا وكانت الحفر تعيق سير السيارات على الطريق العام وتؤدي إلى حوادث مرورية مروعة. نهاية النشرة، هذا تذكير بالعناوين. انتهاء جلسة مشاورات الكويت وولد الشيخ يطلب اجتماعا على مستوى 4 من كل وفد لمزيد من التفاوض غدا. استشهاد طفل وإصابة 3 آخرين بينهم امرأة بقصف الميليشيا قرى مديرية المسرخ بتعز. ميليشيا الحوثي تقتحم معسكر مهلهل في عبران وتنهب كمية كبيرة من الأسلحة، والتحالف يستهدف بغارات عدة. نهاية النشرة، قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني وأيضا التفاعل معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نلقاكم على خير.